السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الحاجة الجميلة دي، هنعمل كرة الشوكولاتة. هنعملها بحاجة كلنا ممكن نكون بنرميها. زي ما وعدتكم، انا قلت لكم هنعمل حاجات كتيرة من العيش الفينو الناشف. هنا انا عندي عيش فينو ناشف زي ما انتم شايفين كده، بحمصه شوية كده، باخده تحميصة في الفرن وبعدين بفرمه كده في المفرمة، بطحنه كده في المطحنة او المفرمة، بيبقى بالشكل ده. طبعا انا بشيله في العلبة وبحطه في التلاجة، بستخدمه في حاجات كتير. انا قلت لكم هنعمل وصفات كتيرة بالعيش الفينو، ممكن تستخدميه في تتبيل البانيهات او كده، وممكن نعمل به الوصفة الجميلة اللي احنا هنعملها دي. دلوقتي انا هاخد من الخليط الحلو ده، هاخد منه كوباية المج اللي هو بتاع المج بتاع الشاي، او ممكن تاخدي الكميه اللي انت حباها، بس هتستخدمي نفس المج في كل مره. هناخد منه كوبايه، وكمان عندي هنا يبقى هناخد كوبايه كده، وعندي كمان فول سوداني انا محمصاه برضو واخداه كده لفه في المفرمه، وعندي هنا ربع كوبايه لبن او اقل. هنعمل بقى دلوقتي، هنحط على اللبن ده دي كراميل اسبريد، انا هحطه على اللبن واسيحه في حمام مية، او ممكن تحطيه في الميكرويف لغاية لما اللبن يختلط كده ويبقى متجانس، بيبقى يعني شكله كده زي بالظبط الحليب المكثف. دلوقتي هنعمله في الميكرويف، هوريكم شكله بعد ما اتعمل، بيبقى شكله بالشكل ده، بيبقى خفيف كده بس مش خفيف يعني قوي، بيبقى ليه قوام كده مميز زي اللبن المكثف بالظبط. دلوقتي بقى هنحط البقسماط اللي عندنا، زي ما قلت لكم خدنا كوبايه وعليه نص كوبايه فول سوداني، او طبعا ممكن تحطي اي نوع مكسرات عندك، لو انت عندك يعني الموجود ممكن تحطيه. وبعدين بحط عليه 3 معالق من الكاكاو، مش هحط المرة دي كاكاو خام، لا هحط اللي هو الكاكاو المحلى، بس المهم يكون طبعا طعمه حلو وحاجة نظيفة علشان يبان طعم الشوكولاتة فيه ويبقى طعمه حلو. طبعا كل ما بيكون الكاكاو نوعه كويس، كل ما الحاجة بتطلع كويسة وطعمها احلى وبيبقى طعمها كده غني. الكاكاو ده طعمه حلو جدا. هنحط منه 3 معالق بالشكل ده وبنخلطهم. انا مش هحط في الوصفة دي سكر، لان انا مش عايزة الدنيا تبقى مسكرة قوي، لان طبعا الكراميل ده مسكر بما فيه الكفاية، فاحنا مش عايزين سكريات كتير. هنحط بقى الكراميل بالشكل ده لحد لما نعمل عجينة كده متجانسة، نقدر نعملها كور زي ما احنا شايفين. الخليط ده خد بالظبط حوالي نص كوباية كراميل او لبن مكثف، لو انت عندك لبن مكثف ممكن تعملي، لو ما عندكيش لبن مكثف بتجيبي نص كوباية وتدوبي فيها مثلا 3 معالق كده كريم شانتي او 4 معالق، وبتحطي لها طبعا سكر بودرة، او بتحطي كمان او بتعملي اللبن المكثف في البيت برضو، هبقى انزل لكم الطريقة ان شاء الله. بعمل كده، بخلط الخليط كده كويس جدا لحد لما يعمل عجينة متماسكة، بشوفها كده بايديا، لو العجينة كورت معايا كده وعملت كور فهي بتكون كده خلاص كده تمام، مش محتاجة، بس انا بعملها كده بايديا علشان اعرف. بس كمان ممكن تضيفي، لو انت عايزة تضيفي جوز هند ممكن تضيفي جوز هند في لو انت بتحبيه في الخلطة دي، هتبقى طعمها جميل جدا والولاد هيحبوها جدا. انا كده عملتها كورة، فكده العجينة كده بقت كويسة وتمام كده. هنحطها بقى في التلاجة، هحطها بقى في التلاجة حوالي 5 دقايق بس علشان تتشرب كده الخليط، يتشرب كده من بعضه، والعجينة كده تبقى متماسكة، بحيث ان انا اعملها كورة كده تبقى كويسة كده معايا زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها بقى في التلاجة. دلوقتي بعد ما خرجت من التلاجة، انا بجيب حوالي كده معلقة سمنة او معلقة زيت علشان ادهن ايديا، علشان اكور الكور تبقى كويسة كده ما تلزقش في ايدي. بعمل بقى كور كده، تقدري تعملي برضو الحجم اللي انت حباه، انا بحاول اخليها كلها مقاس واحد علشان تبقى شكلها حلو. بكورها كده بالشكل ده، العجينة حلوة جدا، مش مفرولة، لا متماسكة وحلوة.
زي ما احنا شايفين كده. هنكور كل الكمية اللي عندنا وبحطها على ورق زبدة كده، وبعدين بحطها بقى في التلاجة علشان تجمد شوية او تتماسك كده لما اجي اغطيها بقى بالكفر الخارجي. زي ما انتوا شايفين كده هعمل كل الكمية بتاعتي. دلوقتي انا خلصت كل الكمية، هدخلها بقى التلاجة حوالي نص ساعة. لو انتي مستعجلة تقدري تحطيها في الفريزر علشان تجمد. دي شكلها بعد ما خرجت بقى من الفريزر. دلوقتي بقى هغطيها بالشوكولاتة، اي بقى اي نوع شوكولاتة عندك، شوكولاتة مطبخ، انا حاطة شوكولاتة مطبخ وعليها شوكولاتة سبريت وعملتهم في حمام مية. ودلوقتي بقى هغطس كده الكرات الشوكولاتة بالشكل ده. تقدري كمان تحطيها لو انت عندك شوكولاتة بيضة، يعني تقدري تعملي اي حاجة عندك انت تكوني حباها. كمان تقدري بعد ما تطلعيها من الشوكولاتة تغطسيها كده في جوز هند او سبرينكلز. دلوقتي بقى هندخلها التلاجة، وبعد ما طلعت هتبقى بالشكل ده، حلوة جدا ومتماسكة وجميلة جدا. دلوقتي بقى هحطها بقى في اي طبق عندي، طبق التقديم. بحطها الاول في اللي هو بتاع الكوب كيك ده، بس انا ما لقيتش من الحجم الصغير. طبعا الحجم الصغير كان هيبقى منظره احلى من كده، بس احنا حطيناها كده علشان كل واحد بقى ياخد واحده كده وياكلها ما يوسخش ايده. هنحط كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا هتحطيها تحتفظي بيها في التلاجة لحد ما تستخدميها. يعني تقدري تحطيها في علبة بلاستيك في التلاجة وتغطيها. بتبقى حلوة جدا مع كوباية شاي، مع كوباية قهوة. الولاد هيحبوها جدا، طعمها حلوة جدا. والفول طبعا هيدي قيمة غذائية، طبعا هتبقى جميلة جدا للأطفال وللكبار كمان. يعني هتلاقي حاجة حلوة كده تاكليها بقى مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، طعمها حلو. ودلوقتي شكلها هو بعد ما خلصنا الكمية اللي عندنا وغلفناها بالشكل ده، الكرات شكلها حلو جدا. هفتح لكم واحدة وريها لكم. هناخد كده واحدة ونفتحها. حلوة جدا، شايفين شكلها حلو ازاي. والطعم بقى ما اقدرش اقول لكم، طعمها تحفه جدا. وعملناها بحاجه كلنا ممكن نكون بنرميها او عمرها ما هتخطر على بالك ان انت تستخدميها بالشكل ده. ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى لايك كتير وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه.